غنصايبوا اكبر بيتزا في المغرب. ساعدوا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا وكيفاش جات. يو دراونا، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فهذا ان شاء الله جبت لكم واحد الفكره واعره بزاف. واش الفكره هي؟ غنصايبوا اكبر بيتزا في المغرب وغنحطموا الرقم القياسي كما حطمناه في هذا الفيديو. وان شاء الله ملي غنصايبوا هذه البيتزا غادي نقسموها وغنديروها في بواطات وغادي نفرقوها على الناس في الزنقه، وهكا كلشي غيدوق معنا هذه البيتزا اللي غنصايبوها، واللي ان شاء الله غتطلع بيتزا واعره بزاف وغتطلع كبيره ان شاء الله. صراحة هذا الفيديو متحمس ليه بزاف، ولكن قبل ما نبداو ما ننساش نخلي معكم واحد لايك، نحاول نوصل الفيديو 30,000 لايك قبل ما 24 ساعة، تابونا في لاشين، اكتشفوا لا كلوش ونبداو الفيديو. قبل ما نمشيو ونبداو في الفيديو، بغيت نقول لكم بأنني خدام لكم في واحد الفيديو غتكون واعرة بزاف إن شاء الله، ولكن بان لي أنها غتاخذ الوقت لا في التصوير لا في المونتاج، وما بغيتش نخبر عليكم بزاف، لهذا درت لكم هذه الفكرة، وإن شاء الله تسناو مور هذه الفكرة غتكون واحد الفيديو واعر. Later. More moments later. رجعت لكم من بعد ما تقدينا داكشي اللي خاصنا باش نصايبوا اكبر بيتزا. اول حاجه غنبداو بها واللي هي الباط. الباط حاولنا ناخذ اكبر كميه، خدينا 15 ديال الباط وخدينا الكفته وخدينا الطون. غنحاولوا نديروا بيتزا غادي تكون ماشي ميكس ولكن غتكون مفروقه، يعني النص ديالها غادي يكون كفته والنص ديالها غادي يكون طون. عندنا الفلفله الحمراء والصفراء، وطبيعه الحال عندنا صوص طوماط ديال البيتزا، وخدينا فرماج موتزاريلا او فرماج عادي. هكا غادي نحاولوا نخلطوا باش غتجي بيتزا واعره بزاف، وخدينا الشامبينيو والزيتون الكحل. فدابا كلشي عندنا، نقولوا بسم الله ونبداو نقادو في هاد اكبر بيتزا. اول حاجه غنبداو بها واللي هي غادي نحاولوا نحكوا الفرماج الحمر. غيتكلف به السي حسام. مرحبا، تبارك الله على السي حسام. غيتكلف لنا بالفرماج الحمر، هذا فرماج حمر عادي وهذا موزاريلا، هما غادي يحاولوا يحكوا لنا السي حسام. مرحبا. بغيتي بعدا رقيق ولا غليظ؟ باش ندير غليظ هذا صافي. ودابا حسام غيدوز الفرماج الثاني حتى هو غادي يحكوا. صراحه مهمه صعيبه هذه وفيها تمارا، اسمح لنا السي حسام. ويلا خير حسام ما خلاص. شو المش مليح تاع الفرماج؟ كلشي شو بغيتي فرماج؟ شايف فرماج حمار. المهمة ديالي هي غنطيب الكفتة وغنطيب حتى الشامبينيون واحد شوية. فدابا خليكم معنا نبداو نقادو هادشي. Moments later. كما كتشوفوا حسام كمل الفرماج ودابا تيقطع في الزيتون. تبارك الله السي حسام راك خدام. وانا كملت طياب ديال الكفته، دابا غندوزو للشامبينيون. هنا حطيت الزبده دابت وها هو الشامبينيون. تقريبا كملنا كاع الطياب، دابا غادي ندوزو للباط، غادي نلاصقوها. وكما كتشوفوا خرجنا للجرده لانه كان واحد الصهد بزاف. البيتزا غادي نكملوها هنا في الجرده. فوالا كما كتشوفوا هادو هما الباط ديال البيتزا، كاينه 15 ديال الباط، غنحاولوا نجبدوهم من هاد البلاستيكه اللي هما فيها وغادي نحاولوا نلاصقوهم كاملين. هنا كاين ثلاثه
وهادو هما لي بات ديال البيتزا اللي عندنا. اما بالنسبه الطريقه اللي غنستعملوها باش نلاصقوا هاد لي بات كاملين واللي هي كل دو بات غنديروا بيناتهم طحين مع شويه الماء، كنظن انا غتصدق هاد الطريقه هادي. غنحطوا جوج ديال لي بات بحال هكا مثلا بحال هكا، وغنديروا هنايا شويه ديال الطحين مع الماء وغنلصقوا كاملين، وحنا غاديين حتى نصايبوا اكبر بات ديال البيتزا. قبل ما نبدا هذا الفيديو كان كيتسحابني ان البيتزا غتكون سهله من التاكوس، ولكن صراحه حتى هي طلعت صعيبه. ايه البيتزا حتى انت ما سهلهاش نوني. كما كتشوفوا الطبله بدناها لان الطبله الاولى ما قداتناش، وهذه هي البات ديال البيتزا. دابا ما خصنا الا نلاصقوا ما بيناتها. غنحاولوا نستعملوا الطحين والماء ونشوفوا واش غيطبق معنا ولا لا. ما عرفتش واش الشاي يصدق ولا لا، نتمنى يصدق. الخطه هذه ما عرفتش واش غتصدق. المهم هاو شويه الطحين هنا ومع شويه الماء غنحاولوا نحطوه هنايا. ودابا بسم الله نبداو نحطوا هذه هنا. وهادشي هو اللي خاصنا باش نعمرو البيتزات، وهادو هما البات ديال البيتزا. حاولنا نلاصقوهم بهاد الجهه ولكن ما صدقوش بالطحين، فاللي غنستعمل غنستعملو فرماج حمر ولا غنلاصقو ما بين هادشي كامل. ودابا غادي نبداو نعمرو البيتزا ديالنا. نبداو من هنايا. ها انتما كما كتشوفوا ها البيتزا دابا درنا ليها الصوص، دابا غندوزو غنعمروها بداكشي اللي باقي. من بعد ما درنا اصعب مرحله اللي تمحنا فيها بزاف، كانت صعيبه بزاف، واللي المرحله اللي غنطيبوا فيها هذه البيتزا بلا ما تهرس لينا لان كما شفتوا الحجم ديالها كان كبير بزاف. الحمد لله كملنا هذه المرحله، البيتزا هي قدامي واجده. من بعد ما طيبنا حطيت فوق الموزاريلا في البلايص اللي فيهم شويه تقطيع. الحمد لله الفكره ديال الموزاريلا صدقات لينا، قدينا اننا نلاصقوا بيناتهم غير بالموزاريلا. فدابا استعدوا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا وقداش جات. من بعد ما شفتوا الشكل النهائي ديال البيتزا، دابا اش غنديروا؟ غادي نقسموا هاد البيتزا كما قلت لكم، غنديروها في دي بواط، وكما قلت لكم غنفرقوا على الناس في الزنقه باش كلشي يذوق معنا هاد البيتزا. كما كتشوفوا ها هما لي بواط. دابا خوتي من بعد ما شفتوا الحجم ديال البيتزا، صراحه الحجم ديالها كان كبير بزاف. في الطول كان اكثر من متر ونص، وفي العرض كان تقريبا نص متر، يعني الحجم ديالها كان حجم كبير بزاف، وكنظن انه رقم قياسي في المنطقة.
later. رجعت لكم من بعد ما كملنا ودابا قد نقول لكم استنى لافان ديال الفيديو جيسبر يعجبكم. صراحه هذا الفيديو كنت كنظن انه غادي يكون فيديو سهله على الاقل سهل الفيديو ديال اكبر تاكوس ساعه طلع صعب البيتزا طلعت صعب من التاكوس. هذا الفيديو درت لكم غير باش ما نغبش عليكم بزاف لانني ديجا خدام لكم في واحد الفيديو اللي غتاخذ الوقت بزاف لا في التصوير لا في المونتاج. هادشي علاش فكرت ندير لكم هاد الفكره باش زعما نغبر عليكم بزاف. وهاد الفيديو اللي خدام فيه غادي يكون شي حاجه واعره بزاف شي حاجه جديده ومختلفه في القناه ديالنا ان شاء الله. غنحاول نحط لكم في اقرب وقت المهم تسناو وغتكون شي حاجه واعره ان شاء الله. المهم هادشي اللي كيوصلنا لافان ديال الفيديو جيت عجبكم اللي عجبكم بنت تخلي معكم واحد لايك تاورنا فلاشين بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.